طبعا مشاهدينا في ختام حلقتنا لليوم حلويات اكيد، يعني زي ما شايفين فعلا حلويات جدا مميزه، وانا كثير كانت تلفتني الحلويات اللي على رخام. حناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع. ارحب معي في الاستديو بدكتوره امانه مرداد، شيف متخصصه في صنع الحلويات تحديدا. اهلا بك دكتوره اماني. اهلا وسهلا. يعني من يوم ما دخلتي وبهرتيني بهذه تحديدا اللي هي زي السيراميك. هذا اسمه ماربل افكت. هذا بس هو كلها اسمها ميرور جليز، هذه كلها ميرور جليز. طيب بس كلمينا يعني عن شغفك في صنع الحلويات تحديدا. والله انا يعني لي درست طبعا بروفيشنلي، درست تقريبا سنه ونص في فرنش سكول اسمها كوردون بلو في لندن. درست كوزين ودرست بيستري، بس بعدين بعدها اخذت ويدنج كيك دبلومه وكذا في بيجي بورشن، معروفه هي مره في بريطانيا. بس بعدها يعني انا مره عندي شغف يعني حقيقي في هذا الموضوع، فيعني دائما اب تو ديت، يعني عندي اي فرصه تسنح لي وكذا، لاني عندي دوام وكذا، فاي وقت يكون في فرصه اقدر اخذ كورس جديد ولا شيء. فthis is like the latest. يعني هذا اخر شيء هذا اخر انتي تقنيه، هي تعتبر تقنيه بصراحه. ايه هي يعني ارتستيك. يا دكتوره اماني، ليش اخترتي الكيك بالذات؟ يعني ما تخصصتي، يعني زي ما بتقولي انت شيف وكذا، انه توجهتي الى الحلويات اكثر، ايش الشغف، ايش سر الشغف؟ انا اصلا انا عندي ارتستيك باك جراوند اصلا. يعني اصلا في العيله، يعني من زمان، يعني كنت اسوي لوحات وما اعرف ايش، وهذا في عشانه في فن، في فن يعني شكلا، وان شاء الله تذوقوه كمان طعمه. يعني من الواضح ما شاء الله الفن. واحب انا اي كير اباوت ذا ديتيلز، يعني واضح جدا صح. طيب دكتور اماني، انت ما شاء الله تبارك الله اوريدي يعني دارسه طب، وصقلتي شغفك وهوايتك بالدراسه. يعني انت مو بس انه مثلا ماخذه موضوع انه صنع الكيك ولا الحلويات مجرد هوايه وسلام، لا انت صقلتيها، يعني انت ممكن تكوني افضل من ناس كثير اوريدي دارسين الشيء ده. كيف بتقدري توفقي بين مهنتك الطبيه وبين شغفك وحبك للكيك والحلويات؟ والله طبعا في سبورت من العائله، من كل العائله يعني، وانا اعطيكي السبورت اذا انت ما شاء الله بتطلع منك قطعه زي كذا. واصلا اكشلي يعني قبل ما تتواصلوا معايا بس يمكن باسبوع انا حطيت رقمي في الانستغرام. ما شاء الله. يعني اول ما كنت كنت اسوي بس يعني في الجامعه، بس عندي دكاتره في الجامعه وكذا بس. يعني لسه ما سوينا براندنج وكذا، لسه دوبي يعني على طول ما شاء الله. لانه حرام صراحه شيء زي كذا، انت ما تظهري للناس والناس ما تستمتع بجمال الاشياء اللي انت بتعمليها، العين تاكل قبل الفم. دكتوره شكرا. تسلمي. طيب يا ريت لو احنا نقدر نقطع الكيكه نشوف ايش في زروتي، لانه شكلها كذا احس انه ما هي محدده. بس بيقول عليك انك تقطعيها. نفسي اعرف ايش في جوا، يعني طبقات ولا كيك. انا مو هايله علي. هي لايرز هذه، بس عشان تسويها كل لاير لازم تفرزنيها 100%، تصير زي فروزن يعني. أيوه. وبعدين اخر لاير اللي هي اللاير الكبيره هذه تسقطي فيها الاشياء اللي جوا، عرفتي؟ فهي بروسس يعني ياخذ. عرفتي؟ انا ما فهمت. انا ادوق عشان اعرف. اي لازم. هو لازم افتحها عشان اعرف كيف. طيب بنشوف عندنا تصاميم مختلفه، هذه قوالب زي القلب، وهناك قالب دائري، وهذه جدا مختلفه، هنا بيكون مات او مطفي، وهنا مختلف تماما. من وين تستلهمي افكارك؟ يعني هذه كانها ورقه، الوانها غريبه صح؟ ايوه. انا متابعه كثير يعني ناس يعني مشهورين في هذا المجال. وطبعا انت تشوفي وتتعلمي، بس بعدين انت تضيفي نفس. ايوه يعني انت تسويها بطريقتك. يعني مثلا هذا في واحد منهم بيستاشيو روز. من هذولي. ايوه واحده. من هذولا. يعني بحاول انا بطبق اشياء الفليفرز العربيه. حلو. بفرنش باتيسري يعني. فعشان يجمع، لانه كمان في اقبال على الاشياء اللي فيها ريليتد للطعم العربي. المستكه صاروا مؤخرا مثلا. ايوه ايوه في بعض الحلويات مثلا يقول لك زعفران او هيل او كيك التمر. حنكمل معاكي اكيد دكتوره اماني، بس ذكرينا بعد ما نروح الفاصل ارجع لك على موضوع الفليفر حقه الكيك. اوكي مشاهدينا لا تروحوا بعيد، فاصل ورجع لكم من جديد. اذا
رجعنا مشاهدينا نكمل اخر فقره من برنامج سيدتي، واكيد عن الحلويات وصناعه الحلويات مع دكتوره اماني. يعني دكتوره اماني، هذه الصغيره اللي انا مسكتها قاعده تكلميني عن المواد اللي فيها والمكونات اللي فيها، ايش فيها بالضبط؟ هي عباره عن كيك او شوكليت موس؟ هي موس، اتس موس كيك. بس الكيكات اللي اسويها انا، عشان انا اصلا ما احب الموس، لانه الموس يعني في كثير محلات يسووا اونلي موس، صح، والموس لحاله مره ثقيل وما في يعني اي تكستشر، صح. انا كل الفليفرز اللي عندي لازم اركز على الديفرنت تكستشرز. يعني مثلا تلاقي شيء كرانشي، تلاقي كيك، تلاقي شيء فروتي، وتلاقي موس. هذا كله جوا هنا؟ يعني هنا ايش فيها؟ كرانشي وفيها بتقولي هذه اذا هي هذه ماني متاكد. اي ثينك ذس از ايذر بيستاشيو روز. اذا بيستاشيو روز ففيها كيك وكرانشي لاير مع فستق، وبعدين فيها رازبري فروت. رازبري، خلاص انتهينا يا دكتورة، انت وصلتي لي يعني لنقطة جدا حساسة. طيب انت دكتورة بتقولي غير الحلويات، انت اوريدي ما شاء الله يعني شيف وبتعرفي تطبخي اشياء مرة كثير وتعملي اشياء مرة كثير، هل فكرت انك انت مثلا شغفك بصنع الكيك تحديدا، انك مثلا ممكن تعملي كيكات مالحة، مثلا كيك نفس الكيكة بس بشكل مالح مش حلوة؟ في ناس مثلا يعملوا كيكات يحطوا مثلا زينوب، لبنة، زعتر، زيتون، دي الاشياء، فكرت انك تعملي؟ لا ما وصلت لهذه المرحلة، لا لسه. انا عندي احساس، فكري في الموضوع يا دكتورة برضه، لو عملت الموضوع والله برضه حيكون كويس. ما انت عندك تويستد، ايوه عندك فن، يعني عندك ذوق انك انت تصممي كيكه. دكتوره اماني، طريقه قولبه الكيكه نفسها، يعني هذه اكثر شيء لافت نظري، يعني كيف بتطلع بالشكل الدائري المنسق هذا اللي كانه ما اعرف، احس انه كذا جاي من كوكب اخر. يعني شوفي، هي هذه الكيكه لما تسويها قبل ما تلونيها تكون زي الثلج، هي تكون ثلج، تطلعيها من القالب زي الثلج فروزن، تجمديها. أيوة. ايوه لازم تتجمد 12 ساعه. بعدين لما تصبي عليها اللون، أيوة. او الالوان اللي تصبيها عليها، هي على الالوان شويه دافيه اللون، وهذه مره مفرزنه، فتقوم تسيح. هي تسيح عليها وتكسى. اوه اي لايك ذا تكنيك. يعني هي يعني هذه ما هي عجينه سكر، فيزكس ورا. اي مش عجينه سكر بتغلي فيها. لا لا لا، مو اعتيادي اللي عارفينه. حتى اللير هذه يمكن سمكها، هذه اللير الطبقه هذه يمكن سمكها 3 ملي او شيء زي كذا. فيري 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 فاين لير. طب برضه بتعملي مثلا كيكات مثلا 3D، تجي واحده مثلا، او عندك في مشروعك في الوقت الحالي او لاحقا، يعني ممكن تعمل مثلا 3D شخصيات معينه كرتونيه مثلا لطفل عيد ميلاده وكذا، ولا ما عندك الاوبشنز ده؟ لا ما بسوي 3D، يعني اي لايك تو دو ثينجز ديفرنتلي دحين. فدحين صرت ارسم الشخصيه على الكيكه، مثلا في صوره لسه ما نزلتها، مثلا سويت كيكه جازمن، هي مرسومه على هذه بس شعر جازمن طالع. يعني في شيء يكون 3D، ايوه، بس الكيكه نفسها الرسمه، يعني الرسمه موجوده، وبعدين بعد التفاصيل بتكون، يعني هي احس انه ما عشان ما ابغى اسوي، يعني حتى اي احد يقول لي تبغي كيكه، يبغى كيكه السا، واللي يبغى اقول له روح اي محل عادي، اذا تبغى كيكه يعني انا خليني انا اسوي لك على كيكه. انت على ذوقك اكيد يعني. أيه دكتوره يعني حضرتك متخصصه استشاريه في امراض اللثه، أيه، وكمان تصنع هذا، يعني طبيب الاسنان دائما عدوها الحلويات دكتوره. كيف جامعه بين التخصصين يعني؟ والله عشان عندي شغف يعني. اما فتنس ترينر كمان ما شاء الله، يعني ناكل ونروح لدكتور الاسنان، كلها هي كلها في الحلقه هذه. يعني تاكلي تسمعي دكتور اماني، ما نروح بعيد. طيب تجرحي وتداوي، قلت لك يعني ناكل وندخن اسناننا تخرب، وبعدين نجي عندك تظبطي لنا اسناننا. انا يعني لازم استاذن، انا حدوك دكتور اماني، انا مش مسؤوله ايش اللي حيحصل بالضبط. فطبعا نحب نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا على هذا الاكرام. شكرا لك دكتوره، وفعلا انت مبدعه، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله ومن نجاح لاخر. الله يخليك، شكرا. مشاهدينا بكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكره في ذات الموعد، في امان الله.